أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة تانية مع حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب. كنا بدينا في إنجيل يوحنا في الحلقات الماضية، انتهينا من الأصحاح الأول وحنواصل النهاردة في الأصحاح الثاني. عايز بس أقول ملاحظة مهمة جدا، أنه أكتر طريقة ممكن تستفيد بيها معانا أن يكون كتابك المقدس جنبك وفتحه على الفصل اللي احنا بنتكلم فيه. زي ما قلت لحضرتك أنه احنا بنبتدي في أصحاح 2 اللي بيتكلم على موضوعين أساسيين. موضوع الأولاني هو المعجزة التي صنعها المسيح في عرس قانا الجليل، والموضوع الثاني تطهير الهيكل لما راح هناك وشاف باعة الباعة موجودين فقال لهم القول الشهير بيتي بيت الصلاة يدعى. قبل ما نبتدي نتكلم عن موضوعنا اسمحوا لي أرحب بضيوفنا الموجودين في الاستوديو. أهلا بيك أخي يوسف رياض. أهلا بيك. أخ فايز فؤاد أهلا بيك. أهلا بيك. أخ عياد ظريف أهلا وسهلا. أهلا بيك. أخي لي عيسى أهلا بيك في الوقت دوت. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. قال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. الجزء الأولاني من الأصحاح بيتكلم عن معجزة جميلة جدا، بيقول عنها أن هي أول آيات اللي صنعها المسيح. فأخفايز هل في مغزى أنه أول آية صنعها المسيح صنعها في عرس في فرح؟ يعني أعتقد أن في ثلاث أسباب يخلوني أعرف ليه الرب عمل أولى معجزاته في عرس. السبب الأول أن ده بيفكرني بمن هو هذا الشخص. لو افتكرنا في تكوين 2 أن لما الرب الإله خلق السماوات والأرض وجبل الرب الإله آدم من الأرض ترابا، غرس له جنة في عدن شرقا وسلطه على جميع أعمال يديه، أول حاجة بيعملها له أنه ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. والرب بيشرف بنفسه على أول زفاف في الجنة وبيؤسس هذا الرباط المقدس، رباط الزواج. أنا أعتقد أن هنا تلميح على من هو هذا الشخص الذي يشرف عرس قانا الجليل، وكأن الروح القدس بيفكرنا أن هذا الشخص، وده طبع إنجيل يوحنا، هذا الشخص هو نفس الشخص اللي كان في جنة عدن، هو الرب الإله، وأول حاجة بيعملها في عرس. الحاجة الثانية أعتقد أن كان عند اليهود انطباع أن التدين مرتبط بالتجهم والعبوسة والخشونة، وتصوروا أن كل ما الشخص عن طريق الدين يقرب من الله أكتر يبقى خشن مع الناس ومنعزل عن الناس. ويمكن اللي أعطى انطباع بكده الأنبياء العهد القديم، آخرهم يوحنا المعمدان كان يسكن في البراري، بيلبس مش ملابس ناعمة، لبسه من وبر الإبل، أكله عسل وجراد بري، ومنعزل عن الناس، يخرج بس عشان يصب الويلات والإنذارات في أذان الناس. جه المسيح مختلف عن كده، جه المسيح متاح للناس، جه المسيح بيعيش في البيت مش في الصحراء، وبيشتغل في ورشة النجارة، ومتاح للناس، بيروح الأسواق وبيروح البيوت، وهو بيعمل أول معجزة ليه في عرس، بيشارك الناس أفراحهم. وكمان آخر معجزة عملها في إنجيل يوحنا كانت في مأتم، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، بيروح للناس علشان إن كانوا في فرح يزود أفراحهم، وبيروح للناس في إن كان في الحزن يعني يعزيهم ويخفف أحزانهم. الله بين الناس مش علشان يخليهم أكثر تجهما وعبوسة، لكن يخليهم فرحانين، وراح كمان عشان يهب الفرح الحقيقي. لكن أعتقد السبب الثالث إن دي حفل زفاف، والناس بتجمع كل أسباب الفرحة في حفلة الزفاف. العريس يقول لك دي ليلة العمر، دي الليلة الكبيرة، دي فرحة عمري. والبدايات السعيدة قد تنتهي نهايات غير سعيدة إلا إذا كان المسيح في المشهد. عشان كده المسيح في العرس عشان يقول أنا بس اللي أضمن إن السعادة مش هتنتهي، وإن السعادة هتكون دائمة. ده يجيبني لتعليق على كلمة جميلة لما بيقول إنه دعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. أعتقد أخ عياد في تحريض عملي هنا، لأنه لو ما كانش يسوع وتلاميذه في العرس، أو لو ما كانش يسوع في العرس، كان الأمر اختلف تماماً، مش كده؟ كل تأكيد كان الأمر يختلف تماماً، وخصوصاً لما نعرف أنه من ضمن العادات السيئة اللي كانت موجودة في هذا التوقيت أنه هناك غرامة مالية
قد تفرض على رب الأسرة أو رب البيت إذا فرغ من عنده مسببات الفرح في العرس. يعني إما يفرض عليه غرامة مالية أو إن يشهر به في البلد إن هذه حادثة حصلت في عيلة ما كانش المفروض يكون عندهم حاجة زي كده. عشان كده المنظر ده كان ممكن يحصل في عرس فرغ منه الخمر والمسيح مش موجود، كان هيبقى صعب جدا. ذهب المسيح إلى هذا العرس لكي يثبت أن المسيح هو العريس الحقيقي. كانت هناك إشارات في العهد القديم أن علاقة الرب يهوى بشعبه هي علاقة عرس. هذه الإشارات وردت في سفر النشيد الأنشاد، وردت في سفر هوشع، وأيضا في إنجيل متى 22 أراد الرب أن يبرز أن علاقة المسيح أو علاقة رسالة الإنجيل بالقبول هي علاقة عرس في حفل عرس ابن الملك. أراد المسيح أن يرسخ أساسات أن قبول المسيح في هذه الحياة كالعريس هو العريس الحقيقي الذي يضمن استمرارية الخمر الحقيقي. عشان كده أنا مش قادر أتخيل لو العرس ده ما فيهوش المسيح كان يبقى منظره إيه. ومن هنا أقول أنه هنا في مدعو وفي داعين. المدعو هو المسيح، لم يتأخر المسيح أنه يحضر، وخصوصا لما نعرف أن العرس كان بيقعد 7 أيام. 7 أيام المسيح أتاح نفسه 7 أيام لوليمة في عرس علشان يقدر يفرح مع الفرحين ويبكي في يوحنا 11 مع الباكين. لكن أيضا الداعين اللي هو العريس والعروس قدموا له الدعوة قبل العرس بفترة مش يوم الفرح، وقبل المسيح الدعوة. وهنا أقول للعروسين أو لكل 2 حابين يبتدوا حياتهم الزوجية، إن لم يدع المسيح أولا إلى البيت فهناك خطر على هذا البيت. قد يفرغ الخمر أو قد لا يوجد الخمر أساسا إن لم يأتي المسيح إلى البيت. فرغ الخمر وعايزين خمر، فراحت المطوبة مريم تطلب طلب. هل في رد الرب يسوع على المطوبة مريم نقدر يا خلية نشوف أي شبهة عدم احترام، ولا هو كان بيقصد إيه بالظبط لما قال لها مالي ولك يا امرأة؟ يعني أنا بصراحة خلينا أجاوب عليك إجابة قاطعة، أني حاشا أن ينسب فكر كهذا للرب يسوع المسيح. ما ينفعش أبدا أن احنا نفكر ونظن في هذا الشخص الكامل العظيم اللي علمنا في كتابه أن احنا نحترم والدينا ونطيع والدينا ونكرم والدينا، أن هو يتصرف بخلاف ما سبق أن علمنا به في الكتاب. الشيء الثاني اللي لازم ناخد بالنا منه ان الكلمة هنا مش معناها تحقير او عدم احترام، لكن بيقال ان الكلمة تحمل معنى سيدة فاضلة، ودي لغة هي لغة الاحترام لما كان واحد يخاطب واحدة امرأة. فاذا الفكرة اني قال لها مالي ولك يا امرأة تحمل شبهة اي نوع من الاحترام فكرة مستبعدة تماما، وأعتقد ما يصحش إن احنا نفكر في الرب يسوع المسيح بهذه الصورة. شيء تاني خطر على بالي، إن لما كان الرب يسوع المسيح صبي وعنده 12 سنة، الحادثة المسجلة في إنجيل لوقا أصحاح 2، وصعد مع المطوبة مريم ومع يوسف إلى أورشليم في العيد، وحصل الحادثة المعروفة بعد ما وجدوا الرب يسوع المسيح وقالت له المطوبة كنا أنا وأبوك نطلبك معذبين، قال لهم ألستما تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ ثم رد الروح القدس علينا ردا رائعا عن هذا الشخص وكماله وجماله، كان خاضعا لهما. لكن كمان أفتكر في أصعب مشهد كان فيه الرب يسوع المسيح في المشاهد الأخيرة وهو عند الصليب، رب يسوع المسيح لم يفوت مطلقا ان هو يستودع امه للتلميذ الذي كان يسوع يحبه اللي هو يوحنا. من هنا نفهم ان الرب يسوع المسيح كان بيحترم المطوبة مريم ويقدرها ويعزها كأم. لكن الفكرة هنا يبدو لي انا زي ما انا فاهم ان يظهر كان حابب يمنع التوسط في إن هي تتدخل في شؤون. يعني بالبساطة كده ما ينفعش أنا وإنتي نشتغل مع بعض، أنا ابن الله وإنتي امرأة، أنا العليم والخبير بكل شيء، وأنا مش باخد تعليماتي في أي شغل بشتغله هنا إلا من الآب، طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. هو مش بيتلقى تعليمات من حد، ولما تيجي الساعة
هو هيحل المشكلة حلا كاملا. المتواضعة مريم كان عندها من الحكمة والتقوى ما يكفيها لأنها تفهم الدرس دوت، فكان رد فعلها أنها قالت حاجة جميلة جدا أعتبرها نصيحة لكل واحد فينا. أحب أنك تكلمنا عنها أخي يوسف، لما قالت للخدام كل ما قال لكم افعل، زي ما يقول لكم اعملوا. هذه النصيحة بتقول لنا احنا ايه النهاردة؟ قبل ما اقول بتقول لنا ايه، احب اقول ان المتواضعة مريم كانت تتميز بقلة الكلام، ما اقل ما سجل من كلمات لها في الكتاب المقدس. نرى عن تسبيحة ليها في لوقا 1، ردت على الملاك جبرائيل بأسئلة معقولة. ثم في أصحاح 2 من إنجيل لوقا نجد كلاما عندما كان المسيح عنده 12 سنة. هنا ودي حاجة مهمة، آخر كلمات مسجلة في الكتاب المقدس للمتواضعة مريم. بعد كده ما نراش حاجة إنها قالتها. ماذا قالت؟ ما هي وصية الوداع إن جاز لي أن أقول؟ بتسلم لنا النصيحة، بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا مهما قال لكم فافعلوا. ودي بتفكرني في الحقيقة بكلام كان قاله فرعون في سفر التكوين 41 في آخر الأصحاح، لما قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. يبقى إذن في نصيحة، يوسف مخلص العهد القديم أو مخلص زمانه، فرعون قال روحوا ليوسف واللي يقول لكم اعملوا، أما المسيح الذي هو مخلص كل عصر وزمان وكل إنسان، تقول لنا المتواضعة اللي يقول لكم افعلوا. أرى فيها نصيحة للخدام لأنها هي قالت هذا الكلام للخدام، إذا أردت أن أخدم المسيح علي أن أذهب إليه والذي يقول لي أفعله. لكنها نصيحة أيضا لكل إنسان، إن أردت البركة، إن أردت الفرح، إن أردت النجاح، إن أردت أي شيء جيد، اذهب إلى المسيح والذي يقول لك افعل. لم تأتي ساعتي بعد. التعبير ساعة في إنجيل يوحنا لا يقصد به 60 دقيقة، بل موعد محدد لبدء أو إتمام شيء ما، والمسيح بحسب هذا الإنجيل كان يسير بالساعة، فكل شيء عنده له خطة، فكل خطوة خطاها هنا على هذه الأرض كانت إتماماً لخطة الله. وفي عرس قانا الجليل عندما قال يسوع لأمه إن ساعته لم تأتي بعد، كان يقصد ساعة بدء خدمته واستعلان شخصه، لأنها أرادت أن تراه ممجداً معلناً عن نفسه، إذ كانت تعرف عن يقين حقيقة من هو وشيئاً عن عظمة مستقبله، كما أنبأ الملاك في البشارة بمولده. لكنه لم يكن يتحرك من ذاته، ولا يحركه الناس لو كانوا من الأحباء، لم يكن يحركه سوى إرادة الآب، فمن بداية خدمته وحتى الصليب كان يتمم إرادة الآب. هنا يقول لم تأتي ساعتي بعد، لكن عند الصليب قال قد أتت الساعة، ساعة الصليب. لقد كانت هي الساعة التي أتى من أجلها، وهي بكل يقين أهم ساعات الإنجيل، بل وأهم ساعات الزمان، وهي تشير إلى الفترة التي فيها أسلم المسيح ليد الأشرار ومات فوق صليب العار، ويشار إلى هذه الساعة في هذا الإنجيل 7 مرات. وكانت 6 أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد 2 أو 3. قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ، فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا، ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له كل إنسان
إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. في عدد 6 بيقول تعبير كده محتاج يتشرح، يعني بيقول إن كان في 6 أجران هي يعني حاجات بتشيل مية موضوعة حسب تطهير اليهود. يعني إيه حسب تطهير اليهود يا خفايس؟ يعني أنا أعتقد إن كان في عند اليهود ولع أو اهتمام شديد قوي بالنظافة الخارجية، يعني حتى الكتاب بيقول إنهم بدون ما يغتسلوا باعتناء ما يقدروش ياكلوا، وكان الضيف لما يدخل البيت كان أول حاجة يعملها له يغسلوا له رجليه، وكان الغسل الأبريق والأواني والأكواب يستمر طول اليوم. عشان كده كانوا اليهود يحتفظون بكميات كبيرة جدا من المية عشان عملية الاغتسال المستمرة دي، لأنهم بيحبوا الموضوع ده. وده كان تعبير عن الديانة اليهودية، بتهتم بالطقس الخارجي والنظافة الخارجية. فعشان كده في العرس كان عندهم 6 أجران تسيع، كل جرن يسيع على الأقل من 70 إلى 100 لتر ماء. لكن المنظر كان تعبير عن الديانة اليهودية، إن في النهاية ما عملش حاجة، المياه فرغت وهم ما فيش مية، ودي الصورة للديانة اللي بتهتم بالطقوس الخارجية والاغتسال الخارجي. في النهاية مش هتعمل حاجة، وهيثبت يعني إن لا جابت فرح ولا جابت طهارة. عشان كده الرب جاي، وده منظر متكرر في إنجيل يوحنا، منظر يثبت إن فشل الديانة اليهودية في إنها توصل الإنسان إلى الحالة اللي ترضى الله، واللي تخلي الإنسان يبقى يعني جواه حاسس إنه قلبه مطهر وتمتع بخلاص النفس وحاسس إنه مقرب من ربنا. عشان كده صرخة الأتقياء في العهد القديم كلها تنم عن إن إحساسهم إن في حاجة ناقصة. المية عموما في إنجيل يوحنا ليها معاني خيالية، هل ممكن تدينا فكرة عنها؟ يعني أنا فاهم من خلال أقوال الله بصفة خاصة في العهد الجديد إن المية فيها على الأقل إشارة رمزية. لما نروح لأفسس 5 عدد 25 لما بيكلمنا الرسول عن إن المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، يستمر في الكلام لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. من هنا نفهم إن المية اللي بتستخدم للغسل فيها إشارة لكلمة الله. لكن كمان في إنجيل يوحنا أصحاح 7 الرب يسوع المسيح وقف في اليوم الأخير العظيم من العيد ونادى وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. بعدين يكمل قال هذا عن الروح، لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. إذن المية هنا للشرب فيها إشارة ورمز للروح القدس. يعني دول خطين المفروض نفهمهم، لا سيما وإحنا بنحاول مع المشاهدين إن إحنا نفك بعض الخطوط في كلمة الله. مين تفتكر أخ عياد اللي ملى الأجران في كل اللي موجودين من الخدام دول؟ طبعا هو الكلام اللي قالته المطوبة مريم لما قالت الخدام: ما قاله لكم افعلوه، أو الذي يقوله لكم افعلوه. فهنا الكلام موجه للخدام. وهنا عايزين بس نركز على حاجة خاصة بالأدوار التي قام بها الخدام. الخدام دول تميزوا بحاجة مهمة جدا كانت مفتاح أن يسجل عنهم منهم شهود لهذه المعجزة العظيمة، الطاعة. يعني لما الرب ليه كل المجد قال لهم املأوا الأجران ماء، بحسب المنطق البشري هيملأوا أجران التطهير التي فيها المياه، بس هم عندهم مشكلة مش قصة المية بس، عندهم مشكلة في الخمر، فين مكان الخمر. لكن كان لهم الإيمان الذي أطاع الكلمة، وإطاعة الكلمة حتما ستفتح الباب لإجراء المعجزة. أطاع الخدام كلمة الرب، وده مفتاح لكل واحد. عايز أقول اللي بيخدم الرب مفتاح النجاح في الخدمة هو طاعة الكلمة التي تأتي من السيد مباشرة. لكن هؤلاء الخدام العظماء اللي أطاعوا الكلمة، نتيجة أنهم أطاعوا الكلمة ومالوا الأجران ماء، كانوا من ضمن 3 شهود شاهدوا على هذه المعجزة. من ضمن الشهود دول صاحب المتكأ نفسه لما شرب شاهد عنه أن الماء تحول إلى خمر، وده شهادة على المعجزة. رئيس المتكأ نادى العريس وقال له الجملة العظيمة ديت، وبعد كده عرفنا أنه العريس شاهد أيضا على تحويل الماء إلى خمر.
لكن الخدام وهم بيجروا نقل الماء وملء الأجران ماء كانوا أيضا شهود على هذه المعجزة. وده يقول لي إن الخادم إذا أطاع الكلمة من السيد فقط عليه الدور أن يملأ الأجران ماء، وكلمة السيد المعجزية عليها القدرة والسلطان أن تحول الماء إلى خمر. وإذا قلنا أن كلمة المسيح التي كلمة الإنجيل التي نحملها إلى النفوس، نحن لا نستطيع أن نجري المعجزة، لكن السيد فيه الكفاية أن يحول هذه الماء إلى خمر ويخلص النفوس. مهم أن كل واحد عمل اللي عليه على قدر طاقته، يعني مش كلهم أكيد مالوا قد بعض، لكن في الآخر كلهم شاركوا، فكانت النتيجة أن الأجران اتملت وحصلت المعجزة. جميل جدا أخ يوسف، في آية محتاجة تفسير في الجزء اللي احنا بنقراه، الآية رقم 10 لما بيقول كده: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. عايزين نلقي نور عليها شوية. هنا رئيس المتكأ بيعاتب العريس. تمام، يبدو أن رئيس المتكأ ما عندوش خبر، ويبدو أن العريس برضه ما عندوش خبر، الخدام هما اللي عندهم الخبر مش كده؟ فبيقول له اللي انت عملته ده في الحقيقة عجيب قوي، هو في حد يقدم الخمر الدون الأول وبعدين يسيب الخمر الجيدة؟ طب ما عندك الخمر الجيدة ليه ما قدمتهاش الأول؟ اللي عمل الشغلة دي هو المسيح، وكلمة جميلة أما أنت، كل إنسان أما أنت، كل إنسان ليه أسلوب في الحياة، لكن المسيح جالنا بفكر جديد. كل إنسان، وده بكل أسف يا ما شباب، بيضيعوا حياتهم في اللهو والعبث والفراغ والضحالة، يتمتع يقول لك متعة وبعدين تنتهي به الأيام وتصل به الحالة إلى الإملاق والإفلاس والعجز واليأس. لكن أتمنى من المشاهدين الأعزاء إنهم ما ينشغلوش كتير بإنهم يقدمهم يتمتعوا بالأمور الأرضية، ثم بعد ذلك عندما تنتهي الحياة إذا بهم خاون. لكن المسيح ماذا يفعل المسيح؟ أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. وجميل حاجتين نلاحظهم في الرد، ما بيقولش الخمر الأفضل، فلا مقارنة بين ما يقدمه الإنسان أو العالم وبين ما يقدمه المسيح، فلا وجه للمقارنة. مش بيقول له الخمر اللي انت قدمتها دلوقتي افضل، لا، قدمت الخمر الجيدة، يبقى التانية رديئة. الحاجة التانية الى الان، امتى الان؟ عندما يتدخل المسيح. يظل الواحد بيتمتع، اذا كان ده تمتع، بالخمر الدون، بالخمر الرديئة، لكن لما يتدخل المسيح في الحياة عندئذ تبدأ الخمر الجيدة. سؤال بيطرح نفسه بقى، الخمر هنا دي حاجة سكر يعني ولا ليها معنى ومغزى تاني؟ في الحقيقة العهد القديم بيميز بين الخمر والمسكر. المسكر ده كان ممنوع نهائي، أما الخمر عايزين نفهمه، لأن احنا عندنا كلمة خمر دي بتزعجنا نظرا للمجتمع الشرقي الذي نعيش فيه. المشروب اللي كان عندهم زمان هو عصير العنب، ما عندهمش حاجة تاني يتشرب، لا كانوا يعرفوا القهوة ولا الشاي ولا البيبسيكول، ما فيش حاجة زي كده. إذن عندهم عصير العنب، بتعصر العنب في موسمه عشان يستنى للسنة الجاية، ما لم تضع فيه قليل من تعمل ليه عملية تخمير بسيطة لا يمكن أنه يحتفظ به من سنة إلى سنة، فبتتم عملية تخمير بسيطة ليس للسكر لكن لكي يظل محتفظاً بدون أن يتعفن أو يفسد. الخمر في العهد القديم برضو أحب أقول أنه صورة ورمز للفرح. إحنا في العهد الجديد عندنا مصدر الفرح ما كانش عندهم، عشان كده في أفسس 5:18: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح. إذن الموضوع الفرح العظيم اللي بيقدمه لك المسيح. كلمة خمر التي وردت في الكتاب المقدس هي ترجمة لثلاث كلمات وردت في لغة العهد القديم الأصلية. أولها واين، ومعناها عصير، وهي تعني عصير العنب الطازج
أو الخمر الجيدة غير المسكرة. من هذا النوع كانت الخمر التي صنعها الرب يسوع في عرس قانا الجليل في يوحنا الأصحاح الثاني، والذي شربه المدعوون فأفاقوا وعادوا إلى وعيهم. وثانيهما تيروش، ومعناها ثمر أو نتاج، وهي متعلقة بالحنطة والقمح والزيت وسائر المحاصيل والقطعان. ومع أنها ترجمت بكلمة خمر، لكنها لا تعني سائلاً، بل تعني شيئاً يجمع ويؤكل، كما قيل في إرميا 40:12: وجمعوا خمراً أي زبيباً وتيناً كثيراً جداً. والكلمة الثالثة شكار، ومعناها مسكر أو الخمر المختمرة من العنب أو غيره. وحيثما ذكر السكر في الكتاب فهو مقرون بالويلات، وينهي عنه الكتاب المقدس على سبيل المثال في قوله: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. وأيضا: لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين أجسادهم، لأن السكير والمسرف يفتقران. وأيضا يشير في كورنثوس الأولى الأصحاح السادس وعدد 10 أن السكرين لا يرثون ملكوت الله. وبعد هذا انحدر إلى كفر ناحوم، هو وأمه وإخوته وتلاميذه، وأقاموا هناك أياما ليست كثيرة. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع إلى أورشليم، ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما، والصيارف جلوسا، فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتني. عدد 12 بيقول ان الرب يعني نزل لكفر ناحوم، هو وامه واخواته وتلاميذه. امه المتوابه معروفه، تلاميذه معروفين. السؤال يا اخي يوسف، مين اخواته دول؟ رايين عند المفسرين. الراي الاولاني بيقولوا ان اخواته هم اخواته اشقاء، الذين يتمسكون بديمومه بطوليه العذراء، وده بالمناسبه تعليم موجود في التقليد لكنه لم يذكر في الكتاب المقدس. بيقولوا لا، مش ممكن يكون اخواته حسب الجسد، لانه ما كانش لي اخوات، لان العذراء لم تنجب احدا اخر بخلاف الرب يسوع المسيح. فبيقولوا ان الكتاب المقدس بيكلمنا عن اشخاص بيتقال عنهم اخوه لكن هم مش اشقاء، زي مثلا لما سمع ابرام ان اخاه لوط قد صبي، ولوط كان ابن اخوه مش اخوه. فبيقولوا الأقرباء زي ابن العم أو ابن الخال أو ابن الخالة ممكن يسمى إخوة، على أن الفريق الآخر الذي يقول يعترض على هذا الأمر بأنه أيوة لو اتقال إخواته لوحدها ممكن يتقال ويقصد بها أولاد العم أو أولاد الخالة، لكن عندما يقول أمه وإخواته فهي لا تعني إلا المعنى البسيط الذي نفهمه. هذان هم الرأيان الموجودين عند المفسرين بصفة عامة، أنهم أقرباؤه أو أنهم إخواته. يعني في البعض لما بيبص على المشهد بتاع الهيكل، رب بيعمل صوت وحاجات زي كده، المشهد الوحيد اللي تقدر تلمح فيه ملامح عنف في تعامل المسيح هو ده، لما تكرر تاني في أواخر الإنجيل. فليه كده؟ ليه حصل كده؟ كتير من الناس بتستغرب، لأنه الصفة التي أخذها المسيح في الأصحاح السابق هي صفة الحمل، فعندما يرون الحمل ثائرا، هو عموما متميز بالوداعة. بالضبط كده، الحمل ثائرا، فدي حاجة لازم تقول لنا هو ليه كان ثائر في الموضوع ده. دخول المسيح الهيكل للتطهير، دخل المسيح مرتين للهيكل، مرة في بداية خدمته والمرة الأخرى في نهاية خدمته، وفي المرتين كان هناك لزوم للتطهير. لكن في مغزى لدخول المسيح الهيكل هنا لكي يثبت أنه هو رب الهيكل، فهناك ملاخي 3 يقول: لكي ويأتي السيد بغتة إلى هيكله السيد رب الجنود. هنا عايز أقول لهم ده بيتي، ده مكاني،
لكن كمان كان هناك تقليد في اليهود أنه قبل عيد الفصح كان رب العائلة ينقي بيته من الخمير قبل أن يأتي عليه في عيد الفصح. كان كل رب عيلة لازم ينقي البيت من الخمير، وأراد المسيح أن ينقي هذا البيت. طبعا هذا البيت هو الهيكل، لكن الأمة اليهودية كبيت أيضا كان هناك خمير قبل أن يأتيها الفصح. كأراد الرب أن ينقي هذا الشر من هذه الأمة أو من هذا البيت قبل عيد الفصح، لكي يثبت أيضا أنني أنا رب البيت فأنا رب العائلة. عشان كده بعد شوية قال لهم بيتي بيت الصلاة، في مكان تاني بيت الصلاة يدعى. لكن كمان التاريخ يقول لنا أنه الشر اللي كان موجود في الهيكل ده كان لا يضاهيه شر، لدرجة أنه حنان اللي هو حما قيافة أدار هذا البيت للتجارة، يعني أطلقوا عليه. يدل اللي هم رؤساء الكهنة. رؤساء الكهنة حنان رئيس الكهنة أدار هذا البيت للتجارة، حتى أنهم أطلقوا على هذا المكان بازار حنان. كان يدار فيه كل أنواع التجارة، كان هناك فيه صيارفة علشان يبدلوا العملات الأممية اللي جاية عشان يدفعوا ضريبة دخول الهيكل. ضريبة دخول الهيكل كان ما يوازي نص شيكل أو 25 دولار. كان كمان اللي جاي عشان يقدم ذبيحة لازم الخدام الهيكل ياخدوا ما يوازي 5 دولار عشان يأمروا بسلامة الذبيحة أو إن هم يوفروا له الذبيحة في الهيكل. وبالتالي صار هناك ذبائح في الهيكل، صارت هناك تجارة في الهيكل، كانت هناك ساحة تسمى ساحة الأمم، تسمح للأمم إن هم يدخلوا ويفصل بينهم وبين اليهود حائط السياج المتوسط. هذه الساحة أخذت من الأمم وصارت أيضا فيها بازار حنان، يعني ما بقاش فيه كمان فرصة لدخول الأمم إن هم يصلوا في هذا المكان. المشهد ده مشهد شر، استصار غضب الرب كالحمل، استصار غضب الرب ودخل وصنع صوتا. الصوت مش سلاح علشان يضرب به، لكن يمثل السلطان، لأن أنا رب البيت اللي ليه فرصة وقدرة للتطهير هذا البيت. في المشهد ده أخي إليا، يعني أنا معجب بالفرق ما بين موقف الرب من الصيارفة ومن باعة الحمام. أيوة. أحب أسمع من حضرتك عنه. شيء يلفت النظر في حياة الرب يسوع المسيح كالإنسان إن كان عنده اتزان في كل شيء، يعني في معجزات قادمة أنت أن الرب وعشنا هنشوف مثلا في أصحاح 5 اللي أشبع الجموع من 5 أرغفة شعير وسمكتين، هو بعينه اللي قال للتلاميذ اجمعوا الكسر. شخص رائع وعظيم عنده اتزان، مملوء نعمة ومملوء حق. هنا برضو مشهد من المشاهد اللي تورينا أن الرب مليان بالحق ومليان بالنعمة، عنده صرامة لكن عنده لطف، عنده محبة لكن عنده حق. المشهد واضح فيه الكلام ده لما صنع الصوت اللي ما استخدموش في الضرب وقلب موائد الصيارفة. أعتقد ده مشهد يدل على قداسته، على إنه غيران على بيت أبيه، بيستخدم الحق، لكن كمان لطفه ووداعته يظهر مع جماعة الغلابة بتوع باعة الحمام. طب دول لو مثلا قلب لهم الأقفاص اللي فيها الحمام والحمام طار دول ما هو هتبقى خسارتهم كبيرة كمان أعتقد، لأن الصارفة المواد بتاعتهم يعني اللي عليها الفلوس عليها الفلوس افرض إن هي يعني قلبها، فبسهولة ممكن يجمعوها مرة تاني وهم بيعرفوا يوصلوا الفلوس كويس يعني. طبعا لكن كمان لازم ناخد بالنا من أن الحمام ده كان التقدمة اللي بيقدمها الفقير، فأعتقد أن الرب يعني هنا كأنه بيتيح فرصة للفقير إن كان عايز يقدم تقدمة الحمام يبقى موجود. الآيات، هذه بداية الآيات، فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. ترتبط الآية دائماً بأمور معجزية تثبت للحواس أمور الله غير المنظورة وتدخله المباشر في الأحداث بقوته الإلهية. فالآية دائماً تعلن حقاً وراءها، فالضربات على أرض الله تعلن غضب الله وقدرته على استعلان الدينونة. والآيات التي فعلها يسوع تثبت قدرته الإلهية ومصدره السماوي كالمرسل من الآب والنعمة التي يفيض بها قلبه تجاه الإنسان. ورسل المسيح الذين كرزوا بالإنجيل كان الله شاهداً معهم بآيات وعجائب
وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. وقد بدأت حياة المسيح بتحقيق آية كان الله قد وعد بإعطائها بواسطة أشعياء النبي، أن تحبل العذراء وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وانتهت حياته على الأرض بأعظم إظهارات قوة الله في إقامته من الأموات. وبين ميلاده وقيامته عمل المسيح آيات كثيرة سجلت لنا الأناجيل، منها 35 آية أظهرت سلطان المسيح على كل شيء في الوجود، على المرض والموت وقوى الطبيعة وعلى الأرواح الشريرة، وسلطانه أيضاً في القضاء والدينونة. فأجاب اليهود وقالوا له: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. فقال اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه، إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ مبدأ موجود كان عند اليهود وتكرر كتير، عايزين نشوف آية نصدق، نشوف آية نقبلك. ولحد النهاردة المبدأ ده موجود عند ناس كتير، يعني عايزين نشوف حاجة فوق الطبيعة فنصدق. أخ فايز، إيه تعليقك على الفكر دوت؟ هو الكتاب بيؤكد أن الإيمان اللي يعتمد على المعجزات والآيات هو بيبقى مجرد إيمان عقلي لا يخلص، ومش على أساسه يتولد الإنسان ولادة جديدة. الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. الرب اداهم آية بجد أخي يوسف، يعني رغم أن دي مش تجاوبا معهم، لكن كان عنده آية يقولها لهم: انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام. احكي لنا عن الآية ديت. أعتقد الآية دي مرتبطة بالكلام اللي سمعناه في السيجمنت اللي فات من الأخ عياد، أن ربنا عمل صوت، والصوت ده مش سلاح يقتل بيه. في العهد القديم واحد غار غيرة الرب وأخذ سلاح وقتل بيه، والرب مبسوط بيه جدا. الرجل ده نشوفه أفتكر في سفر العدد أصحاح 25 يقول لنا إن في نحاس ابن ألعازار قتل الراجل والمرأة اللي عملوا الخطية في بيت الرب. وبعدين الرب قال: فنحاس ابن ألعازار ابن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطي. والسؤال: هل غيرة ربنا نحو بيت الله الذي تدنس أقل من غيرة فنحاس؟ كلا. لكن كأن المسيح يقول: ليس بقتل الخاطئ وطعن المذنب سيتم إرضاء الله، لكن بطعن البريء. فمضى هو إلى الصليب لكي يطعن في جنبه، وهو البريء الذي لم يفعل شر، لكي يموت نيابة عن الأشرار وما أكثرهم. أنا كنت واحد منهم، وأتمنى أن كثيرين يقولوا: وإحنا كنا أيضا خطاة نظير كل الخطاة، لكن المسيح خلصنا. لكن هل موت المسيح خلصت على كده؟ قال لهم: انقضوا هذا الهيكل، انتم متخصصين في النقض، انا متخصص في البناء، وانا في 3 أيام اقيمه. وكان يقصد بذلك قيامته من بين الاموات. شهود يهوى بيقولوا ان المسيح مش الله لانه لم يقم نفسه. هذه آية تدل على ان المسيح اقام نفسه
وفي يوحنا 10 في آية تانية بتقول لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. هل الإيمان بموت المسيح وقيامته يخلص؟ مش الإيمان بالمعجزات زي ما قال لنا أخونا فايز، وأعتقد الكلام ده نشوفه في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 لما بيقول كده: أذكركم أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. وكلمة آمنتم عبثا يعني آمنتم بأسطورة. إيه هو اللي أنت قلته لنا؟ فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. إذن الذي يؤمن بأن المسيح مات حسب الكتب وأنه قام من الأموات حسب الكتب، هذا الإيمان هو الإنجيل الذي يخلص الناس. في عجالة أخ عياد وخالية، عندي سؤالين صراع عليكم كده. أخ عياد، يعني إيه قصده بأن يسوع لم يأتمنهم على نفسه؟ هناك سوء ظن لهذه الكلمة، لأنه في كتير من الناس بيقولوا المسيح خاف من الناس دول على نفسه، والمسيح لم يتبادر إليه ولم يتسرب إليه الخوف على نفسه، لأنه هو يعني عرف نفسه صراحة أنه ابن الإنسان قد جاء لا لكي يخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثري. لم يخشى المسيح من بطش الناس به. لكن التعريف البسيط لهذه الكلمة: لم يؤمن المسيح بإيمانهم. فهم ظاهريا أمنوا به. طب ليه لم يؤمن المسيح بإيمانهم؟ لأن العدد اللي قبلي قال لنا هم ليه أمنوا، أمنوا علشان شافوا الآيات والمعجزات، مش على أساس سليم. إيمانهم ليس ثابتا. إذن المسيح لم يأتمنهم على نفسه، لأنهم هم لم يأتمنوه على أنفسهم بالإيمان الحقيقي. جميل جدا. الآية الأخيرة في الأصحاح بتقول: لأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. دي لمحة جميلة عن لاهوت المسيح، تكلمنا عنها أخي إليه بسرعة. ده تخصص يوحنا زي ما من البداية نوهنا عن الإنجيل ده. ومش بس موضوع إن هو كان يعرف ما في قلب الإنسان وما كانش حد محتاج إن حد يخبره عن ما في داخل الإنسان، هو ده بس اللي يظهر لاهوته في الأصحاح ده، لكن كمان المعجزة اللي عملها دي معجزة خلق تظهر لاهوته. آمنوا به لما رأوا مجده في المعجزة، لما دخل الهيكل علشان يطرد الباعة دول قائلا: غيرت بيتك أكلتني، أو لا تجعلوا بيت أبي. هنا يفهم منه إن هو ابن الله، وده إظهار لمجد اللاهوت. رب يسوع المسيح بيتكرر عنه كتير في إنجيل يوحنا إنه كان بيعرف القلوب. أصل ده اللي يقيل عنه في إرميا 17: أنا الرب فاحص القلوب ومختبر الكلى. هو ده بتاع عبرانية 4، إن كل شيء مكشوف وعريان لعيني ذلك الذي معه أمر. عزيزي المشاهد، هو فعلا فاحص القلوب وعارف كويس جدا اللي في قلبك. ده من ناحية يقول لك إن مش ممكن تختبئ منه، مش ممكن أبدا تخبي حاجة جوه قلبك عنه. لكن من ناحية تانية يقول لك إنه رغم اللي في قلبك وإنه عارفك، لكن هو بيحبك وعنده استعداد يقبلك النهاردة ويبقى مخلص لحياتك. بشكر ضيوف الحلقة، شكرا على وقتكم. أعزائنا المشاهدين، إلى لقاء جديد إن شاء الرب، وعشنا في حلقة جديدة مع فاحصين الكتب.